السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف برامج بتشتغل في ال 3D وبتعمل موديل كويس جدا وفي نفس الوقت مجانية. فيها حاجات منها اوبن سورس وحاجات مش اوبن سورس. هنبتدي ببرنامج البلندر، وده برنامج خطير جدا في المنافسة مع ال 3D ماكس والمايا. يعني كل واحد فيهم ليه ميزة في حاجة والتاني بيتفوق عليه في حاجة تانية وهكذا. تقدر تعمل بيه مجسمات، تقدر تعمل بيه أفلام كرتون، وفعلا تعمل بيه أفلام قوية جدا. وده برنامج فري تماما واوبن سورس، وكل الناس كتيرة شغالة بتطور فيه. حتى بدأ يبقى فيه أدوات للبيم جواه، بحيث إن أنت لما ترسم حاجة يبقى معروف إن دي وول، دي دكت، دي كذا، وتقدر أنت تصدرها للآي إف سي. ده بخصوص البيم، لكن هو تقدر تعمل فيه شغل موديلينج، شغل نحت زي ما أنت عايز. تقدر تعمل منه أفلام أنيميشن بشكل قوي، تقدر تعمل عليه رسومات 2D و3D، وفي محرك العاب. لكن طبعا لو انت بتتكلم عن محركات الالعاب فالافضل ان انت تستخدم يونيتي. طيب في ايه تاني؟ في حاجات كتيره قوي، والميزه ان هو الناس كتيره بتعمله ادنس مجانا. هتلاقي في ادنس بتعمل رندر بشكل رائع، منافس مثلا للفي ري وهكذا. فانصح ناس كتيره جدا لو هي عايزه تشتغل في ال 3D انها تحمل البرنامج. زي ما انت شايف مش هيقول لك لا في فلوس ولا كراك ولا حاجه خالص، حمل واشتغل وهتلاقي ناس كتيرة بتخدم عليه. أدوات كتيرة جدا بالسيت اب جواه مجانية وبتشتغل بدون أي مشاكل خالص. هو بيشتغل على الويندوز وعلى لينكس وعلى أبل ماكنتوش. طيب نشوف بقى بقية البرامج. في برنامج اسمه سيلف كات، بيبدأ يصمم حاجات في الثري دي بسهولة. تقدر تعمل موديل للمباني بالشكل دوت، تقدر تنحت بعض الأشكال تطلع حاجة بالشكل دوت، تقدر من خلال تعمل رندر عالي، تقدر تجهز حاجات تبع على الطبعة ثلاثية الأبعاد، تقدر تعمل فيه جوا حركة وفي مؤثرات ماجيك بشكل حلو. هو بيشتغل على الكمبيوتر وممكن برضه تشتغل أونلاين من على الويب هوت. طيب تعال نشوف السعر. فيها ايه حاجات فري، في برو بيديك امكانيات اعلى. تمام، بكام؟ $15 في الشهر. طيب تعالى بقى ندخل للي بعده. هنلاقي عندنا هنا اداة اسمها متر كنترول 3D برينتنج سوفت وير. ده متخصص في ايه؟ ان انت تعمل الشكل على اساس ان انت تطبعه على طبعة ثلاثية الابعاد. تقدر تعمل الشكل كله على البرنامج او ان انت تستورده بامتداد ما بيكونش بيقبل البرنتر 3D وتسافه على البرنتر 3D. هو مجاني تماما، فري، مش مطلوب منك اي فلوس خالص. تقدر تعمل عليه اشكال كتيرة جدا. تقدر مثلا تحمل صورة وتقدر انت تنحتها وتعملها 3D زي ما انت عايز. هو برنامج سهل جدا في استخدامه. طيب ده بقى اونلاين، مش محتاج ان انت تسطب حاجة خالص. تقدر ان انت تنحت من عليه زي ما انت شايف لحد ما تكون اشكال معقدة تبقى 3D، وتقدر ان انت تسيفها وتقدر ان انت تطبعها كمان لو انت حابب. في برنامج اسمه زي براش، برضه في ان انت تنحت فيه او تطبع ثلاثي الابعاد زي ما انت عايز. هو بيعمل اشكال معقده واشكال جميله جدا باسلوب سهل جدا ومفيش مشاكل. مش مكسر ده من البرامج اللي هي اوتوديسك كانت عاملاه، لكن هو مجاني تقدر انت تسطبه بدون اي مشاكل خالص. هو متخصص في الطبعه ثلاثيه الابعاد، تقدر تعمل بيه اشكال ثلاثيه الابعاد وتطبعها. وممكن انت مش عايز تطبعها، عايز تستخدمها في برامج تانيه، فتقدر انت تعمل الموديل للصدمه. لكن هو في اغلب الناس بتستخدمه في انها طبعه ثلاثيه الابعاد، تعمل الموديل عشان تطبعه. طيب ده لذيذ جدا، ان انت عندك تعمل اشكال من خلال مكعبات، كانك جبت مثلا 1000 قطعه بتاعت المكعبات وعمال ان انت تحطهم فوق بعض ليجو. فتلاقي بريكس كتيره، قطع كده كتيره، تقدر انت تحطها وتكون المجسمات اللي انت عايزها. فحتى سهل جدا ان يصلح للاطفال تبدا تشتغل عليه مفيش مشكله.
طيب عندنا برضو برنامج تاني بيعمل في ال 3D اهوت، تقدر تعمل كل الأشكال اللي أنت عايزها مجانا، تقدر تشكل كل الحاجات اللي أنت عايزها. ميزته إن هو سهل في الاستخدام جدا يعني. بعد كده ندخل على البرنامج اللي اسمه بلوكس كات، ده برضو معمول بشكل سهل جدا بحيث ان اي حد يقدر ان هو يستخدمه ويقدر يعمل اشكال معقدة بطرق بسيطة جدا. تمام، اونلاين كريت ناو، يدخلك على الاديتور وتبدأ ان انت تعدل فيه. هنبدأ نشوف مع بعض نبذة كده سريعة، لان هي فكرته قايمة على برنامج السكراتش. برنامج السكراتش ان انت بتقول له تديله بعض الاكواد بطريقه فيجوال بدون ما تقعد تكتب كود، فده مفيد بتوع البرمجه. ممكن تقول له مثلا 3 دي شيب وتقول له انا عايز الشكل مثلا يكون ريديس 10، فيبدا يرسم لك الريديس، تبدا توصل الحاجات ببعض لحد ما ايه تلاقي شكل ثلاثي الابعاد ظهر عندك هنا. تقول له انا عايز حاجه ترسم دايره مثلا، طب ايه الابعاد بتاعتها، طب دي ترسم امتى. ممكن بقى تقول له انا عايز مثلا لوب او عايز تكست او عايز توبس. ممكن نبدأ نشرح البرنامج ده لو الناس طلبته، نبدأ إن احنا نشرحه. طيب ده برنامج اسمه ثينكر كات، ده برضو تبع أوتوديسك، وتقدر إن أنت تقول له أنا عايز حساب مثلا، وتبدأ تعمل حاجات كل ده 3D، وفي منه على الموبايل وفي منه على الكمبيوتر كمان. زي ما أنت شايف في تصميمات سهلة تعملها، وفي حاجات كهربائية، وفي حاجات كود بلوك، بس كود بطريقة سهلة مش محتاجة برمجة ولا حاجة خالص. خلينا نشوف مثلا حاجة زي كده. أولا أنا عايز أفتح الموديل ده عشان كأن أنا أعدل فيه. بتلاقي أشكال سهلة جدا أهي، تختار الشكل وتبدأ إن أنت تحطه أهوت، وتقدر إن أنت تعدل فيه المقاسات بتاعته والسايز بتاعه، وتلاقي فيه أدوات تعمل لك بعض التعديل بحيث ان انت توصل للشكل اللي انت عايزه بسهوله تامه وبدون اي مشكله خالص. وبعد كده تقدر تعمل له اكسبورت للشكل بتاعك، سواء استخدمه على فيوجن 360 او اي برامج تانيه. ممكن تعمل له ريندر، ممكن تعمل له انيميتر، سيميليت، محاكاه، كومنتس، زي ما انت عايز. طيب ندخل بقى على اللي بعد كده. هنلاقي عند مايكروسوفت عامله برنامج اسمه 3 دي بيلدر، وده مجاني، وتقدر انت بس تقول له جيت انستور اب، ويبدا ان هو يفتح معاك ويبدا ان هو يشتغل معاك، وتقدر تعمل اشكال كتيره موديل بطريقه سهله جدا وبسيطه. برنامج فيوجن 360، فنقدر نقول ان هو بيديك نسخه مجانيه او تجريبيه بامكانيات بسيطه، لكن لو انت عايز تشتري نسخه غاليه في $1000، ده طبعا تبع اوتوديسك. تمام، $1600 كل 3 سنين، يعني في حدود $545 في السنة. طيب فريكات، فريكات ده بقى محتاج مننا وقفة حلوة قوي، لأن البرنامج ده مجاني تماما وأوبن سورس، يعني زي فكرة البلندر، وتقدر تعمل بيه أشكال كتيرة جدا، ويعني تقدر تقول إن هو 10 برامج في برنامج. تقدر إن أنت تختار هتشتغل بأي شكل، تقدر تعمل أشكال زي كده ومتحركة وزوايا والحاجات دي كلها. فهو برنامج رائع جدا، ناس كتيرة جدا بتستخدمه، وسهل جدا في التعلم. تمام، زي ما انت شايف هتقول له داونلود، خلاص بيتحمل البرنامج، مش طالب منك اي فلوس خالص، وبيشتغل على كل الاجهزه وسهل جدا في الاستخدام. وبريكس كاد، بريكس كاد هو برنامج فلوس لكن في نسخه ببلاش، بتقدر تعمل بيها شويه اشكال ظريفه. تمام، لو انا احسن برنامجين انا شايفهم في المجموعه دي كلها اللي فعلا تقدر تعمل بهم شغل كويس، هنلاقي عندي البلندر والفري كات. الفري كات بيعمل شغل جميل جدا في كأنك مثلا بتعمل مجسمات، ثلاثية الأبعاد، حاجات زي كده. والبلندر بتعمل بيه أفلام، وبتقدر تعمل بيه كل النماذج اللي أنت عايزها. فأعتقد إن الاتنين تقدر تدمجهم مع بعض، وفي برامج كتيرة جدا معتمدة ان انت تعمل موديل على البلندر او على الفريكات، وبعد كده تخش بقى تعمل تدخلهم في العاب، تدخلهم في حركات زي ما انت عايز.
لو في برامج تانية تعرفوها مجانية في المجال دوت يا ريت تكتبوا لنا في التعليقات إن شاء الله. ولو في برنامج معين حابين إن احنا نعمل له حلقة مستقلة أو نعمل له شرح بالتفصيل برضو اكتبوا لنا في التعليقات إن شاء الله، نتفاعل كده مع بعض بإذن الله.